من زمان وتربينا على ان الخيال والتكنولوجيا دايما ياباني. واللي ليه في العربيات عمره ما ينسى العربية دي. ياباني يعني اصلي، يعني مختلف، بنطمن له. واما بنفكر في بكرة هو اول حاجة بتيجي في دماغنا، دايما معانا، سابق اي حد، ومهما غيره قدم هو ليه كلمة تانية. محدش بيقف قدامه علشان قايم على فكرة. مش عربية وخلاص. ياباني يعني أصلي، ياباني يعني متسوبيشي. دايموند موتورز، الوكيل الوحيد لميتسوبيشي موتورز في مصر. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.